الدنيا وقفتها 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 وقفتها
وهادشي اللي نبغيو. بالعكس هذيك ضربه انا كنت مقلقه لانه قبل كان عندها مانعينها انا تشوف الوالد ديالها، مي دابا الحمد لله يعني الامور استقرات والامور كما هي. وقال لي انه عندها عيد ميلاد راه لو 15، قلت له علاش لا ما ديروش لها في ضربها ويجوا صحاباتها ويتجمعوا هذا كما كان زمان، لانه شفت من بعد ما بقاش عندها نفس اعياد الميلاد اللي كانوا مولفين بهم. دونك رجعنا للزمان ونفس الاعياد الميلاد وفرحات عادي، الاجواء مستقره الحمد لله والنفوس تهدات غير في لحظه غضب راك عارفه شنو كيوقع. بالنسبه كيقول لك دنيا باطما اللي بغى يدير البوز كيجبد سميه دنيا باطما، هذه عادي يعني. شوفي انا ما كنبغيش نذكر الاسماء لانهم حتى شي واحد كما قلت ما كيستحق يوقف الى جانب دنيا باطمه. هذيك وقت وكيدوز فهمتي، هذاك البوز الخاوي اللي عنده واحد الوقيته وكتمشي. دونك لهذا اش غنقول لهم؟ الله يهديهم على انفسهم، وان شاء الله هاد الرجال اللي كيتعاطاو مع العيالات ما يبقاوش، لانه كينقصوا من نفسهم كيبينوا على انهم هما ماشي رجال صراحه. شوفي ما بغيش نتكلم على هذه المواضيع، انا ما محتاجش انه شي حد يعتذر ليا. والمسامح كريم فضل رمضان فقط، هذا الشيء اللي نقدر نقول. كنصرع الماكله كنصرع الشيوات كنصرع الماكله اختي، الحريره عزيز عليا وسرتو الا فيها الحمص كنعرف نطيبها. كنعرف المتبوس ديال الدجاج، الرز بالكبسه وغيرها، هادو هما اللي كنعرف. هي شركة مغربية عندها منتجات ديالها اللي 100% مغربية، من الديزاين ديالهم حتى الانتاج ديالهم حتى المواد الاولية اللي كتخدم بهم، وهي اول شركة مغربية اللي كتعطي المنتجات ديالها الضمان ديال 10 سنين، الاولى والوحيدة حاليا في المغرب. لا هادشي موديلات عصرية كيتصيب هنا في المصنع، كاين في المغرب بطبيعة الحال في مدينة الدار البيضاء، وعندها محلات في الفروع ديالها كاين بزاف المدن المغربية، كاين كنخدموا هنا داخل المغرب وحتى خارج المغرب، عندنا زبائن ديالنا في اوروبا وفي افريقيا حتى هي كنخدموا معاهم بزاف في هاد المنتجات ديالنا، حتى في امريكا حتى هي كاين عندنا الزبائن ديالنا اللي كياخذوا معنا هاد المنتج المغربي، لان عندنا جوده عاليه وحتى الاثمنه منافسه للسوق التركي مثلا او للسوق الاوروبي. كاين طبيعه الحال منافسين، غير هما حنا اللي تميزنا به هو بالجوده ديال المنتوجات. منافسين ممكن نلقاو منافسين في الموديلات في الاثمنه في حوايج اخرين، ولكن بالنسبه للجوده حاليا حنا مشهورين باننا عندنا احسن جوده مع احسن ثمن. لا عندنا محلات بزاف د المدن، من اهم ما كاين مدينه الدار البيضاء، كاين بني ملال، كاين طنجه، وعاد المصنع الكبير كاين هنا تا هو في كازا. المعارض كاينين شاركنا فيهم، مشهورين بزاف بالنسبه للمجال ديال الزربيه، الزربيه المغربيه وتا ديال برا مثلا بحال تركيا، مخلطه ما بين التركي وما بين المغربي. هذا هو اللي كنا كنشاركوا فيه بزاف المعارض. هذه يمكن ثاني مره كنشاركوا في معرض بالاتات المغرب. الشركه عمرها اكثر من 17 سنه في الاتات و25 سنه في الزرابي.